لأني أزعق الطخ عندي عادي ابن مخيم الحصير ولك بنادي بدي سلام والقوة الإسلام فيكو قدام الناس أزعق في الدار اسمك كيكو أنا متعاطي أنا هسا متعاطي أنا مش شايفك لأنه أنا هسا في ناس مثل بريق الشاي رفع منخارها لفوق بس من جوا عم تغلي وهز يا ولد رايكو اوكي انه انا معكم انه انا اختفيت جمعة بس مش معناته انه انا انخطفت او اخذوا علي نقلة او توفيت او هجرت يعني معني هجرة المهم مش معناته هيك غابت جمعة عندي ظرف انا مريضة صاخنة مش معناته يعني اللي بعلبكية 1,200,000 وقف الجمعة بدها تضل 1,200,000 معلش قولوا في لقطيني بدها ترجع تنزلكم فيديوهات انا كنت مريضة انا مرضت بزيادة بس حط على الصفحة ولقيت بعدني نفس الشيء ولو عيب وكان بدي وقف الفيديو جان ذكرت انه اللي بعلبكية لازم توصل للمليونين بس بلاش ما بديش مليونين للمليون و500,000 باسرع وقت اوكي وهزي يا وازو شو انه اجرب وبده يعيش زي الاجانب اتأكد يجرب انا وانت مش على نفس الجانب طخوا افرصوا طخوا طلقتين نفسي حدا هيك يجي يقول لي عيونك اخذتني رموشك دوختني رقتك فشختني حلاوتك جننتني شم هودي الناني ناني هلا عم تحكيني عن السقا ولك انا الماي لو بصير لي اغسلها قبل ما اشربها بقولش لا وزي على فكرة في ناس عاملة حالة هاي وهي ما بتسوى صور ماي جبتها على الكافي هزي وزي الغزالة فيا من الناس الحلوة الحقيقة انه اجرب وبده يعيش زي الاجانب اتأكد يجرب انا وانت مش على نفس الجانب طخوا افرصوا طخوا طلقتين نعتذر منك يا سبيستون ترى شباب المستقبل عم ترقص على التيك توك والله ما بدي العش الله جابعني بقوة تتحدى العنف والغار ناخد كل شي بقوة
عيونك حلوة، انكتب يا كذابة من قلب أسود، عيوني حلوة عيوني حلوة عيوني حولة. هلا البعد أول ما يبلش على التيك توك بينطر لا يوصل للعالم، بتجيب العالم كرمون يفتح لايف، بيرجع بينطر لا يوصل للعشر تلاف، بيرجع بينطر ليصير النص للمليون، بيرجع بينطر ليصير مليون. وصلنا للمليون، هلا شو بتقولوا ناطرين؟ ناطرين التوساء وعليكم خير. بس الحمد لله أنا مش خايفة من التوساء، أنا عندي متابعين بهزوا العرش. كيف يعني؟ يعني كلهم بيعملوا ماشن للتيك توك عرب، كن فياكن بعالبكية لازم يتوسع حسابك، صح ولا لا؟ فرجوهن مين متابعين لبعالبكية، بس فرجوهن لايف لايف، فرجوهن فيديو كيف حيفجر، اكسبلور ولايك وكومنت وماشن لتيك توك عرب. يلا 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 يلا. لما نطلع بعلبك شو منقول؟ منقول بعلبك ومنشد على الكسرة بعلبك وعلى سحلي خدوني أهل بعلبك يا عيوني. سلام للجميع. اليوم قبل ما انزل اي فيديو كوميدي اي فيديو بيضحك، حبيت اتشكر مليون اخت ومليون اخ اللي عندي على التيك توك، لانه هودي مش متابعين، هاو اخواتي. واني بتشكركم على العدد اللي جيتوا فيه ب15 يوم، اللي هن 600,000 متابع اجوا لعندي ب15 يوم اللي ما حدا وصل لهالشيء. فبتمنى منكم لانه حتخلص هاي السنة ونبلش بسنة جديدة، بتمنى من الكل يوصل والله يوفقكم جميعا. بتشكر وقفتكم اللي كانت حدي لو وصلتوني للمليون، وان شاء الله الكل بيوصل لاي شيء بترغبوه، وان شاء الله بتكون سنة كتير حلوة عليكم، وبحبكم كتير من كل قلبي. عارف كم الساعة هسه بحصابي من مخيم الحصين، صحبة صفة كبيرة وتكفي منظمة وابن الدولة. ايوة هتحدد مني ولي يملك لك ولك تخسر، وجهك اسود يا منافق امسحه بايزي، لو ما ندف بايزي. امي كنت متوحمة فيا على السطل قشطة، والحمد لله طلعت بشبه السطل. بسهولة حبتيني وانا لسه عارفك امبارح، بجد فاجئتيني ولا انا بحلم وسارح؟ هدي ايدك وسنديني انا. لما نطلع بعلبك شو منقول؟ منقول بعلبك ومنشد على الكسرة بعلبك وعلى سحلي خدوني اهل بعلبك يا عيوني.